أطلق الطيران الإمارات رحلة تجريبية بطائرة بوينغ 777-300ER التي تعمل بمحركي GE90 باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% في أحد المحركين. وأقلعت الطائرة صباح أمس من مطار دبي الدولي وحلقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي، وتعد الرحلة التجريبية لطيران الإمارات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100%. المئات من سكان قرية مارودا في ولاية أونترانشال الواقعة في شمال الهند اضطروا إلى ترك منازلهم التي عاشت فيها عائلاتهم لأجيال متعاقبة، والسبب يعود إلى أن الأرض المحيطة بالقرية بدأت في الهبوط منذ حوالي 18 شهراً عندما بدأت الحكومة الهندية العمل في خط سكة حديد جديدة بالقرب من قريتهم. أعمال البنى التحتية في هذه المناطق الحدودية في جبال الهيمالايا تسببت ببعض الانهيارات الأرضية وأثرت على كثير من السكان. ما زالت عمليات البحث مستمرة في ولاية أستراليا الغربية للعثور على كبسولة إشعاعية صغيرة فقدت أثناء نقلها عبر شاحنة بين منطقة نيومان النائية وضواحي بيرث الشمالية ضمن مسافة تبلغ حوالي 1400 كيلومتر. وأوضحت هيئة الطوارئ أن الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 مليمترات تستخدم في عمليات استخراج المعادن، وهي تحوي على المادة المشعة سيزيوم-137. وحذرت السلطات الصحية من أن أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب بحروق أو إصابات. شهدت مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي كالشوت، وذلك بمشاركة العديد من المتنافسين، والفائز بينهم هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدة 45 دقيقة. والبصل الذي يلتهمه المتسابقون هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة، والمتسابقون يبدون مستمتعين بطعم هذا البصل، ويبدو هذا الشخص أكثرهم استمتاعاً، وبالفعل كان هو الفائز من بينهم حيث أكل 222 بصلة.